سيادة اللواء جعفر أبو دونة موجود؟ الدكتور عنده جوه. ليه؟ هو ماله كفالة الشر؟ أنت قريبه؟ أيوه. يا ساتر. أنت ما وصلكش تلغراف؟ إيه الحكاية؟ أصله بيموت. بيموت؟ أيوه بيموت. اسمع، طبعا أنت هتخش له دلوقتي. طبعا لازم. طيب حاول بقى تعرف هو شايل الفلوس فين. جايز يقول لك أنت. خير يا دكتور؟ والله إحنا عملنا اللي علينا. باع الله. بقول لك إيه؟ النقدية، خلي بالك من حكاية النقدية. ازيك يا جعفر بيه ابو دومه؟ سلامتك الف سلام. انا مصلحي، مش فاكرني يا جعفر بيه؟ مصلحي بتاع زمان، الفيوم مركز سباهمه. افتكرت يا جعفر بيه؟ ركز معايا يا جعفر بيه وحاول تفتكر. أنا عايزك في موضوع مهم أوي. شوف، أنا عرضت نفسي على أكتر من دكتور، قالوا لي إن أنا ما بخلفش. أخد لي بالك يا جعفر بيه؟ دكاترة كبار متخصصين قالوا لي مستحيل أخلف، ولا عمري ما خلفت قبل كده ولا هخلف. لكن عندي بنت، اكتشفت بعد 10 سنين إنها مش بنتي. أخد لي بالك يا جعفر بيه؟ بنتي، قصدي البنت اللي كنت فاكر انها بنتي، عندها 10 سنين دلوقتي. اتولدت ايام انت ما كنت مأمور المركز في بلدنا، ايام ما كنت بتزورني في بيتي. فاكر يا جعفر بيه؟ دي مسألة ضمير يا جعفر بيه. خلص ضميرك قبل ما تقابل ربنا. سامعني يا جعفر بيه؟ في يوم من الايام لقيت الجواب دي، الجواب دي، ويا ريتني ما لقيته، هو اللي فضح لي كل حاجة. خطك ده يا جعفر بيه؟ خطك ده؟ بص كويس، بص! جعفر بيه، جعفر بيه، قول لي وخلص ضميرك قبل ما تموت. جعفر بيه؟ جعفر بيه؟ لا! جعفر بيه؟ جعفر بيه؟ جعفر بيه؟ التحريات اثبتت ان زوج المجني عليها كان في اسكندريه فعلا ليله ارتكاب الجريمه، وان في دكتور كشف عليه في الاوتيل مساء الحادث. واتضح يا فندم ان المجني عليها كانت عامله بوليس التامين على حياتها بمبلغ كبير جدا، وثبت من التحريات ان المستفيد الوحيد هو جوزها. لازم في طرف ثالث. القضية دي عمالة تتعقد. اسمع عادل، اعمل تحريات عن كل علاقات المجني عليها، كل الناس اللي كانت تعرفه، وبرضه نراقب تليفون الزوج. محمود بيه موجود؟ بيه لسه خارج دلوقتي. طب الست هانم مش موجودة؟ أيوة، بس دي تعبانة وراقدة في السرير. سلامتها ألف سلام.
بس انا كنت محتاجها ضروري قوي. طب وحياتك بس قولي لها واحد من بلديات محمود بيه عاوز يشوف حضرتك ضروري. طب اتفضل. يا ساتر. ست نادية، في واحد كان عايز الأستاذ ولما عرف إن هو مش موجود طلب يقابل حضرتك. ما قلتلوش إني تعبانة وما أقدرش أشوف حد؟ قلت له يا ستي، لكن هو قال إن هو من بلديات الأستاذ وطلب يشوف حضرتك. طب أنا نزلاله. أزعجت حضرتك. أهلا وسهلا. حضرتك بلديات محمود؟ أيوة يا ست هاني، أنا مصلحي بلديات البيه. هو محمود بيه ما حكلكيش عني ولا إيه؟ يحكي لي عن إيه؟ بس إحنا من أصحاب قوي زمان، من 10 سنين، بس الأيام بتفوت بسرعة يا ست هاني. اتفضل يا مصلحي. انت اللي كنت عنده من يومين بالليل مش كده؟ امال بتقولي ما حكلكيش ليه يا ست هاني؟ يحكي لي عن ايه؟ عني، عن مراتي عطيات، عن ايام الزمان الحلوه قبل ما يبقى وكيل نيابه. كانت ايام حلوه قوي قوي يا ست هاني. وكان ابو حنفي، لا مؤاخذه، قصدي محمود بيه، بس انا بقى كنت متعود اقول له ابو حنفي. كان لسه ايام يا ست هاني، سيبش حاجة على حالها. محمود قال لي إن مراتك توفت. إيه؟ آه، عطيات. كنت بحبها أوي أوي يا ست هاني. يمكن ما كانش في حد في الدنيا بيحب مراته بيثق فيها قدي. لكن خلاص. شوف يا ست هاني، كانت في عليا أجمل واحدة في الدنيا. هو محمود بما حكلكيش عليها؟ يحكي لي عليها من ناحيه ايه؟ اصله كان بيحبها قوي. بيحبها؟ ايوه بيحبها. زي اخته تمام يعني. هو الوحيد اللي كان مسموح له يدخل بيتي. تصوري حضرتك، هو الوحيد اللي كان مسموح له يدخل بيتي حتى وانا مش موجود. لكن عطيات ماتت خلاص، وبقيت وحداني ما لقياش حد في الدنيا غير محمود بيه. محمود بيه، محمود بيه اللي كان بيشاركني في حبها. ما تصوريش حضرتك زعل قد ايه لما قلت له انها ماتت. اه والله زعل قوي. هو ما حكلكيش؟ لا ما حكليش. يبقى لازم هيحكي لك، بس انت اساليه وهو هيقولك على كل حاجه. استاذن انا بقى يا ست هانم، انا يظهر تقلتي على حضرتك. انا كنت فاكر انه حكالك، والنبي تبقي تساليه. فوتك بعافيه. Thank you.